السلام عليكم شباب، دائما تتم الدرس ديالنا. دابا وصلنا للكاتريام إليمون اللي هو فوا دو ستاسيونمون، يعني من العناصر اللي كيشكون منه السيركوي دي فريناج بنوماتيك. العنصر الرابع دابا اللي غنشوفو ان شاء الله هو فالف دو ستاسيونمون اللي هو الفرينامه. هذا الفالف دو ستاسيونمون غنشوفو ان شاء الله لو رول ديالو، البرينسيپ دو فونكسيونمون كيفاش كيخدم لنا السيستيم، وكذلك لومبلاسمون ديالو ولي بوزيسيون اللي عندنا اللي كيدير لنا هذا الفالف دو ستاسيونمون. كيف شنا فاش كنا هضرنا اون جينيرال على السيستيم دو فريناج، هضرنا على لو رول دو شاك اليمون. نعاودو نذكرو بلو رول ديالو اللي هو موديلي لا ديمينيسيون دو لا بريسيون او فران دو ستاسيونمون. يعني شنو كيدير هو؟ كينقص ليا، هو كيتحكم ليا في لا بريسيون. يعني وقيتها غينقص ليا لا بريسيون ملي نبغي مثلا انايا يعني نقص لا بريسيون، ما نخليهاش تدوز ليا الفرانه الفران دو ستاسيونمون، وقيتها غنقطع عليه لا بريسيون، ما نخليش كاع تدوز الفران الفران دو ستاسيونمون، ما نخليش تدوز لي ديك لا بريسيون، وقيتها غادي نخلي لا بريسيون تدوز كامله. غنشوفو كيفاش. بالنسبه هذا بالنسبه للدور ديالو. بالنسبه لي بوزيسيون اللي عندنا، عندنا ثلاثه ديال لي بوزيسيون كيخدم فيهم هاد الفران دو ستاسيونمون ولا فالف دو ستاسيونمون. عندنا اون غوت، يعني الفاز الاول ولا البوزيسيون الاولى اون غوت في الطريق، ملي كتكون غادي في الطريق البوزيسيون الاولى. البوزيسيون الثانيه بارسيال، اللي هي هذه بارسيال، غنشوفو كيفاش هي الفران التدريجي. و ستاسيونمون لقيتها ملي كنوقف هذه البارسيال، ملي كنبغي نفراني بشويه كنعاون الفران سيرفيس ملي كنبغي نفراني، وهذه ملي كنحبس كاع في خطره وحده كنستاسيوني ونهبط من الفيكيل، البوزيسيون ديال ستاسيون. غنشوفو كيفاش كل بوزيسيون ان شاء الله نشوفوها بوحدها. واضح. البوزيسيون الاولى اللي هي بوزيسيون اون غوت، نشوفو بوزيسيون اون غوت يعني غادي في الطريق، غادي صايب في الطريق. الطريق كيفاش خصو يكون عندي الفران امام؟ خصو يكون ديزاكتيفي ياك، ولا بغينا نديزاكتيفيو الفران خاصنا نعطيوه البريسيو ديالو. يعني كيف شنا ان لقيتها ملي كنبغيو نديرو ملي كنبغيو نشدو الفران امام، خاصنا نورمالمون نحيدو نقلعو البريسيون، نخليو الرسول يخدم بوحدو. وملي كنبغيو نحيدو الفران امام، خاصنا نعطيو البريسيون بالشومبر يكون فيها بريسيون ودفي عليا الرسول، وبالتالي كتجر ليا تا التيج اللي كيتحكم ليا لاكس اللي كيتحكم ليا في ديك لاكا. واضح. قلنا البوزيسيون اون غوت غادي في الطريق، ما خصو يكون ديزاكتيفي. يعني هنا لاحظتوا معايا البريسيو غتدخل من هنايا، ها هي غتجي من هنا، كتجي من هنا وكتحبس هنايا، ما حبستش هنا، خليناها دازت كامله داك البريسيو اللي عندي في السيركوي دازت. علاش؟ باش تليبيري لي الروايد، باش ديزاكتيفي الفران. هنا حنا بغينا هنا ديزاكتيفي، حيت هاد الكلابي دي كيخدم سولون لهاد اللوفي هذا. واضح. يعني هنايا خليت هاد البريسيون اللي عندي هنا خليتها دوز ليا لهنايا، بالتالي هنايا غيديزاكتيفي الفران امام. واضح. هادي البوزيسيون الاولى اللي هي اون غوت. دابا نشوفو البوزيسيون الثانيه اللي هي بوزيسيون فريناج بارسيال، يعني فريناج كان فراني تدريجيا، بغيت نعاون هنا الفران سيرفيس. هذا يمتى كنخدمو هاد البوزيسيون؟ مي كنبغي نفراني برجلي كنعاون بالفريناج ستاسيونو فران دو ستاسيون، يعني فريناج بارسيال، يعني كنديرو في بوزيسيون بارسيال باش كنخلي واحد شويه البريسيو دوز ليه، غير شويه، ماشي داك البريسيو نورمال عندي، غير شويه ديال لابريسيو باش شويه كتخلي هذاك داك البريسيو اللي عندي هنا تخليها دوز لفران دو ستاسيون. يعني كيتسمى هذا فران بارسيال. واضح. يعني هنا ما بغيتش ندفع الرسول كامل ندفعو، بغيت الرسول نخليه شويه يبغي يشد ليا الفرامل، ولكن بحال نجيبو في الوسط ونحبسو. يعني نخليه غير واحد شويه، يعني ندفعو بواحد لابريسو واحد شويه باش يعاونني في الفران سيرفيس. يعني كنستعمل الفريناج الفران دو ستاسيونمون كنستعملو باش يعاونني في الفران سيرفيس ملي كنبغي نابوي على بيدال على روبيني ابي. يعني كنخدم ديك الساعه روبيني ابي، بالتالي هنا كنعاون بالفران دو ستاسيون. يعني كنخلي هنا لابريسيو كدوز واحد شويه، ما كنقطعهاش في خطره وحده، وما كنخليش البريسيو دوز كامله. يعني كنخلي واحد شويه البريسيو دوز هنا باش تعاوني فران دو ستاسيون. واضح. نشوفوا دابا التروازيام بوزيسيون اللي هي بوزيسيون دو فريناج دو ستاسيون. هنا وقفت مثلا،
ديك البلان باسيه كنت جاي باغي نوقف، كنت كنحاول نوقف، يعني جاي كنحاول نوقف باش كنقص السرعه. دابا الا وقفت هبطت مثلا، وقفت بغيت نهبط مثلا نشرب قهوه، حطيت مثلا وقفت ستاسيوني تاع الفيجن ديال الطريق وهبطت من الفيك، شنو خصني ندير؟ خصني نشد فرانا مع البوزيسيون. كيفاش دار؟ يعني هنا ملي بغيت نشد فرانا شنو قلنا؟ خاصنا نقطعوا ليه البريسيو، ما نخليش البريسيو تمشي ليه. لاحظوا معايا انا هاد البريسيو ما مشاتش، هاي البريسيو عندي ما خليتهاش تمشي، ولا دابا عندي هنايا ميزا ليبر. لاحظوا معايا السيركو كي ولا اوفيرت حابس هذا، يعني البريسيو اللي كانت عندي هذيك البارسيال اللي كان باقي شويه البريسيو ليبيرات خرجتها على برا، دابا البريسيو حابسه هنايا، وديك البريسيو اللي كانت عندي في الشومبر خرجات شتيتها على برا باش يبقى عندي البومو ليبر ويبقى خدام ميكانيكمو بالرسول، يعني الرسول اللي يكون دافع ليا النتيج ويكون مدور ليا داك الكام اللي هي عباره عن اس، وكتكارط ليا الفريدوات راه شاده ليا الفرانه معاه، يعني البريسيون ما كنخليهاش تدوس. لاحظوا شتيتها كامل على برا وهنا حبستها، يعني هذه بالنسبه للبوزيسيون الفريناج دو ستاسيون. بالنسبه للون بلاسمون راه هو هدف في الشيما في السيركوي ديال الفريناج، هو هذا، هاي لا بريسو جات هنايا، يعني مره غيخليها تمشي من هنايا تمشينا لي بومو، مره غيحبس عليها، يعني هذه هي الطريقه، هذه هي الخدمه ديالو كيفاش كيخدم. نشوفوا هنايا لقيت ما يبغي يدوز البريسو، انتم لاحظتوا ها هو دوز دابا البريسو ليبيره هنا الرويض، لاحظتوا يعني هذه هي الخدمه ديال الفالف دو ستاسيونمون اللي هو الفرينامه. كيف قلنا عنده هو كيتحكم ليا في البريسيون، مره يقطع على بريسيون في خطره وحده ما يخليهاش دوز الفران ستاسيونمون الرويد لي بومو تري ستوب، مره يخلي البريسيون دوز غير واحد شويه، مره يخلي البريسيون دوز كامل على حساب الفونكسيونمون ديال السيستيم، وعلى حساب البوزوان ديال الفيكي شنو محتاج، واش محتاج توقف في خطره وحده، واش باغا تنقص السرعه، ولا باغا مثلا فهمتي تكون غاديه ليبر ما تكونش كتفران. واضح بالنسبه هذا هو البرانسيب دو فونكسيون ديال الفالف دو ستاسيونمون. نتمنى نكون وفيت الشرح، الى كان شي سؤال انا دائما موجود، بحال كان دي كيسيو انا دائما في انتظار الاسئله ديالكم.